شيرين قوي قوي ومتأثرة فيها أنا كثير، بحبها وبصدقها. مش أي حاجة تمسيني تأثر عليا، مسامحة نفسي وعيوبي مش نكرها فيا. أنا كتير اللي يمشي في الملعب المصري كسرت الدنيا، عملتي اللي ذاكر ذاكر كسرت الدنيا. عايز اسالك عن اللي ذاكر ذاكر، عن كواليسها، احنا كنا موجودين معاكي في كواليسها. عايز اسالك عن استقبلتي ازاي ردود الفعل، وكلميني شويه عن ايه اللي جذبك للاغنيه. سعيده بطرحها وصارها اسبوعين لسه شويه، يعني انا شويه ما شديت حالي بتسويق لانه مشغوله باشياء ثانيه، بس سعيده سو فار، سعيده بالاصداء. في ان شاء الله كمان اشياء، يعني انا ماني مقتنعه بس بعملين مصري وبس، لا ان شاء الله السنه الجايه في اشياء حلوه. مركزه على الملعب المصري الفتره دي، يمكن يعني اغنيه فعلا في الثانيه، وسمعنا ان في اغنيه ثالثه قريب. يعني تركيزك بياخدك شويه من الخليجي ولا بتحاولي توازني؟ لا لا لا، عشان كده قلت لك السنه الجايه، لانه الحين عندي إن شاء الله أعمال خليجية عراقية كمان هتكون قبل المصري. حلو أن الواحد ينجح بس ما يعتمد على نجاح شيء واحد بس، النجاحات اللي يمشي سو خلاص أعتمد عليها أنه خلاص أوكي الناس حبوها وسمعوها في مصر خلاص، لا لازم تكمل هالنجاح بأعمال لحد ما يتشربونك الجمهور، وهذه البلان أنا اللي بمشي عليها. الخليجي طبعا مالي غنات عنه، هذه هويتي. عايز اسالك عن رايك في موسم الرياض، يعني بيبهر العالم فعلا بدون مجامله، ومش بس كمان فن، يعني السعوديه بقت فتره اكيد زاهيه جدا. رايك في الموسم، رايك وكمان لو هنشوف لك مشاركات قريب. اكيد كثير سعيده وفخوره بالانجازات اللي المملكه العربيه السعوديه تعملها، فخورين رافعين راسنا بهالبلد. أصداء زي ما أنت قلت تسمعها في كل مكان. طبعا لي أكيد مشاركة في موسم الرياض، أنا على نهاية الشهر حكون متواجدة في أويسس. أنا يعني آخر من يتكلم عن موسم الرياض، لأنه أعتقد الناس كلها شايفة، انا شهادتي مجروحه. عندك نجمه في البيت تانية دلوقتي بقوا نجمتين بس ليلي الديفا، مش بس نجمه، دي ديفا. يعني ليلي عندها كمان كذا ذوق في الاغاني من الانترو لما بشغلها اغنيه ما بتعجبها بتسوي كذا ساد، بنشغل الاغنيه تعجبها تعمل كذا. وانا صرت لما بختار أغنية لازم هي تسمعها، على فكرة لازم لما بختار أغنية للي تسمعها، في أشياء تقول عليها نو وأعرف أنه نو وفي أشياء فعلا هي تكون يعني صح. كمان جاز، يعني هي من اسمها كمان خلاص هي فرض عليها الميوزيك تخيل جاز حتكون زي أبوها، فأعتقد جاز حتكون رياضية، توقعاتي ما أعرف. للي فنانة أكثر حساسة رجعونا لأيام اللي راحوا. مع أمير كرارة في سهرانين مع مصطفى حجاج. عايز أسألك سريعا عن كواليسها، وكانت كواليس الحلقة عاملة جميلة جدا. أنا بحب على المستوى الشخصي أمير كرارة ومصطفى حجاج، هذا رائع، كانت تجربة جدا حلوة في مصر أم الدنيا. أتمنى أنه كمان أعيدها لأنه استمتعت أكيد مع الجمهور المصري ومصر. يعني على ذكر الجمهور المصري، عايز اسالك مين من المطربات المصريات بتحسي ان هم اقرب لداليا مبارك، لقلبك او اقرب لصوتك او كده؟ بحب شيرين قوي قوي ومتاثره فيها انا كثير، بحبها وبصدقها لما بتغني عن الحب بصدقها، ولما بتغني عن الخيانه بصدقها، ولما بتغني عن اي حاجه بصدقها. بحسها، انا بحس انه انا بشبهها. لو هبقى طماع معاكي في اخر حاجه، تقولي لي اكتر اغنيه بتحبيها لشيرين بس نسمعها بس. انا اكثر حاجه بحبها لشيرين لاني بصدقها كثير وبحسها تشبه شيرين، هذه الاغنيه انا كثير، تقول انا كثير انا الف حاجه مع بعضها
بحاجة واحدة، أنا واحدة عايشة لوحدها ومش حاسة واحدة، بحزني بضحك حزني غريب قوي وبحزني ضحكة، بحبني وبكره شعوري في حب ليا، مش أي حاجة تمسيني تأثر عليا، مسامحة نفسي وعيوبي مش نكرها فيا. أنا كتير صح، مش شبهها هذه الأغنية، شبهها حتى بالكلام. احنا دايما بنتشرف بيكي ونتبسط لما بكون معاكي ودايما ناجحة يا حبيبي. Thank you سيدتي، إن شاء الله دايما أكون معاكم تكونون معاي وكل التوفيق يا رب.